أحسن الله إليك يا شيخ. فضيلة الشيخ، هذه الأخت ابتسام تقول لي أخ مريض نفسي وعنده أيضا اكتئاب ولا يكاد يطيق نفسه، وهذه الأمراض النفسية لازمته منذ صغره حتى استفحلت. بعض المرات يتكلم على والدي ووالدتي بألفاظ قبيحة ويترك بعض الصلوات، ما موقفنا منه وهل تركه للصلاة جائز؟ هذا يجب عليكم مراعاته ومسايرته شيئا فشيئا، والرفق به، فإنه مصاب كما ذكرت، ولا يترك لا يصلي، بل يؤمر بالصلاة وينبه على ذلك، بين له، وكونه يتلفظ بالألفاظ النابية إذا غضب لا يؤاخذ على هذا، أصبروا عليه، قابلوه باللطف واللين ونشئوه على الخير، أصبروا عليه، لا بد من الصبر ولا بد من التدرج معه في الأمور والرفق به، لأنه مصاب وعنده قصور. يجب عليكم مراعاة هذه الأمور والتلطف معه والرفق به وتعليمه على شيئا فشيئا، وتنبيهه على عدم ترك الصلاة، لكن يكون برفق وبلين لا بعنف وقسوة. نعم.